مشاهدينا، مساء المحبة والألفة بسهرة جديدة من سهرات غزل الهوى. اسمحوا لي رحب مشاهدينا بضيوف حلقتنا لليوم. برحب بالفنان المطرب جمال الصالح. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا لليوم. تسلم يا رب. أيضا مشاهدينا اسمحوا لي رحب باسل عيسى، مدير أعمال فنية. يسعد أوقاتك أستاذ باسل، وأهلا وسهلا فيك. أوقاتك. أهلا وسهلا فيك، شكرا على الاستضافة الحلوة. اهلا وسهلا فيكم. رح يرافقكم على آلة الاورج الاورجنيست نوار الشيخ. يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا فيكم. اكيد مثل ما نحن بنعرف دائما اجمل بدايات نسمع الشيء الجميل، الصوت الجميل والموسيقى الرائعه. بدنا منكم اغنيه ترحبوا فينا وبالمشاهدين، تفضلوا. قبل ما نبتدي بقف وعتابة، قبل ما نبتدي بقف وعتابة، سوريا للسما رفعنا عتابة. يا قبل ما نبتدي بقف وعتابة، لك سوريا سوريا للسما رفعنا عتابة. ولو ان سوريا عاتبت مصعب، يا والعتابة يا ويل ما بيحسب لا حساب. سوريا حنوني وحساد ألموني، سوريا حنوني وحساد ألموني، سوريا مصنع أبطال مهما الزمن عليها جار، سوريا مصنع أبطال مهما الزمن عليها جار. لك والعرب ما عنده دار، دار سوريا وبشار. سوريا حنوني حساد ألموني، سوريا حنوني حساد ألموني، سوريا مصنع أبطال مهما الزمن عليها شاق، سوريا مصنع أبطال مهما الزمن عليها شاق. والعربي ما عنده دار، داروا سوريا وبشار. والعرب ما عنده دار، داروا سوريا وبشار. شعب سوري شعب حر ما بيرضى بالمهانة، الشعب السوري شعب حر ما بيرضى بالمهانة، الجيش السوري بالميدان حماها الله وحمانا، الجيش السوري بالميدان حماها الله وحمانا. سوريا حنوني حساد ألموني، سوريا حنوني حساد ألموني،
سوريا مصنع أبطال مهما الزمن عليها جار. سوريا مصنع أبطال مهما الزمن عليها جار. والعرب ما عنده دار دار سوريا وبشار. والعرب ما عنده دار دار سوريا وبشار. يسلم هالصوت جمال، بيعطيك ألف عافية. أكيد تحية من قلبنا لسوريا الحبيبة ولجيشنا البطل وقائدنا، وأكيد الله يرحم كل أرواح شهدائنا الأبرار. آمين يا رب. آمين. أكيد أنت بديت بالأغنية الوطنية، بديت بأغنية وتحية كانت لسوريا، كانت لشعبها لجيشها. أهمية يعني الأغنية الوطنية وأهمية دائما أنه نحن نبدأ باسم بلادنا باسم وطننا. هذا الشيء أكيد، بس بدايتنا تحية لوطننا ولجيشنا العربي السوري، وتحية لأرواح شهدائنا. الله يرحم كل شهيد يا رب، وإن شاء الله سوريا بترجع لسه أقوى من هيك بكتير إن شاء الله. طبعا الأغنية الوطنية واجب علينا، واجب على كل سوري، واجب على كل فنان، لأنه فيه الحس الوطني العالي كتير. وما يعني أنا أنت كل شيء لازم نسمعه ولازم نقدمه، لازم نقدم شو فينا، لانه الاغناء الوطني برجع بقول لك هي الوطن، بعد الوطن ما في شيء. اكيد شي يعني النهايه الوطن هو حضن للجميع وبيضمنا كلياتنا بهي المحبه بهي الالفه اللي نحن دائما تعودنا عليها وعم نعيشها، والحمد لله بلدنا عم يتعافى تدريجيا لحتى نرجع يعني مثل ما كنا واحسن ان شاء الله. اكيد نحن بحاله تعافي الحمد لله استاذ باسل، عم نشوف يعني عوده الحياه لبلدنا، عوده البهجه اللي نحن فقدناها يعني خلال فتره الازمه، الحمد لله نحن عم نرجع نشوفها شوي شوي من خلال طبعا هاي المهرجانات، هاي النشاطات، هاي الفعاليات اللي عم تكون ببلدنا. اهميه هذا الشيء ونحن نرجع نحيي. والله الحمد لله رب العالمين، نحن هلا مثل ما بيقولوا بالمرحلة الأخيرة عم نضمن الجراح العالم فيها بلدنا وعانى فيها شعبنا. وبصراحة نحن كنا من بداية الأزمة عم نحاول دائما نحاول أنه رغم الجرح ورغم الألم ورغم الشهداء ورغم الدم اللي بذلناه وبذله الشعب السوري لتضل سوريا حرة، وليضل قائد الدكتور بشار حافظ الأسد اللي اختاره الشعب من اللحظات الأولى، ونحن عم نحاول دائما رغم هذا الألم أنه نصنع بسمة نصنع ضحكة من خلال طبعا فنانينا الشباب اللي كانوا عم يتعاونوا معنا. صحيح. يعني كتير في عالم كانت تجينا انتقادات انه عنا دم وعنا شهيد، نحن لا ما رح نستسلم، نحن بدنا نثبت للعالم كله انه نحن شعب سوري حي. صحيح. رغم الالم ورغم الرصاصه اللي دخلت جواتنا ورغم انه فقدنا شهداء، بدنا نثبت انه نحن شعب حي. لكن بالعكس الفنان هو حمل رساله يعني هو بفنه باغنيته بصوته بكلمته. اكيد يعني هذا استاذ جمال انت بتعرف هذا الشيء، يعني ما في حفله كانت الا وغنى للشهيد وغنى للوطن وايضا لجيشنا البطل. يعني هو رساله بالاخير، يعني هو مثل الجندي السوري حمل بندقيه بالغنية الوطنية، حمل بندقية مثل ما كمان فنانينا بالدراما كمان حكوا وجع وحاولوا يعطوا صورة حقيقية وشفافة على البلد وعلى الوجع. الفنان السوري المطرب السوري حمل بأغنيته الوطنية بندقية. صحيح. كانت رصاصة بعيون الغدر، رصاصها بأجساد الخونة، كلهم كان جندي بمكانه. وكانت دائما تعطي حماس وتعطي حمية قومية مشان دائما نضل متمسكين بترابنا. أكيد، وهذا الشيء اللي نحن الحمد لله ثبتناه خلال طبعا ثبتوا شبابنا وشعبنا بإرادته وتصميمه وإيمانه بالوطن وبالقائد وبالجيش أيضا. بنرجع للفن جمال، بنرجع لهذا الصوت الجميل اللي أنت هلأ سمعناه، يعني ما شاء الله صوت أكيد جميل ونقي. هذا الصوت انولد بالفطرة، هي موهبة بالنهاية يمتلك الإنسان، يعني موهبة الغناء والصوت الجميل، لكن أكيد هو بحاجة لجهد
لجهد لتعب لانه ينشغل على هذا الصوت ليوصل للنتيجه النهائيه اللي اي حدا بيكون بيطمح لها، هي الشهره، يعني انه الفنان يوصل للنجوميه. صح. بنحكي عن بداياتك جمال، من ايمتى انت حسيت انه صوتك جميل وانت بتحب الغناء؟ شيء اكيد والله، انا بداياتي يعني كانت المدارس، هم المدارس كان ليش اسوي فعاليات وهيك شغلات، اي اطلع وين يعني بصراحه وين يصير لي، المهم غني بالشارع بالمدرسه وين ما كان، المهم غني. والحمد لله شوي شوي يعني لجأت لدورات، دورات موسيقيه والحمد لله. في حدا بالعائله فنان او بيعزف؟ اكيد ساعدوك وشجعوك، يعني لما بيكون بالعائله فنانين، يعني سواء كانوا بيغنوا او بيعزفوا، يعني هذا الشيء بيساعدك اكثر لانك انت تكتسب خبره اكثر. شيء اكيد. يعني قد كان فعلا مساعده الاهل والمحيطين هيك حواليك بانه يشجعوك على انه تنمي موهبتك، انك توصل لمرحله الصوت الجميل وانك انت قادر تغني باي مناسبه باي حفله باي مسرح ان كان محلي او حتى مسرح دولي؟ هلا انا بدي اوجه شكر كبير كمان لاخي الفنان فرح الصالح، لانه هو اللي كان داعمني بكل شيء الحمد لله، يعني بالنهايه لرب العالمين، يعني الحمد لله رب العالمين. بس بالفن يعني في عذاب كثير. اي لون بتغني انت جمال؟ شعبي. الشعبي. شو هلا حابين تسمعونا هيك شيء شعبي؟ يلا يا مسمعكم يا دمعتي سيلة. هلا بنحكي عني، هي أغنية خاصة بحضرتك بنحكي عنها بس نسمع، تفضل. يلا. دمعتي سيلة خلي لآهك آه، شكواي لربك علي هجرني وتاب. يا دمعتي سيلة خلي لآهك آه، شكواي لربك علي هجرني وتاب. يا رب أنا مظلوم شايل عكت فهمو، يا رب أنا مظلوم شايل عكت فهمون، واللي احبه دوم السهر على نجوان، واللي احبه دوم السهر على نجوان. يا دمعتي سيلة خلي لآهك آه، شكواي يا ربي علي هجرني وتاه، شكواي يا ربي علي هجرني وتاه. أسهر ومالي حيل عدد نجوم الليل، أسهر ومالي حيل عدد نجوم الليل، مع قهوتي والهيل بيكي ألاقي دواي. أسهر ومالي حيل عدد نجوم الليل، مع قهوتي والهيل بيكي ألاقي دواي. بيكي يمر الطيف نادي لي يا حيف، بلكي يمر الطيف نادي لي يا حيف. حول معي يا ضيف جدد معي بكواي، حول معي يا ضيف جدد معي بكواي. يا دمعتي سيلة خلي لآهك آه، شكواي لربي عني هجرني وتاه. يا دمعتي سيلة خلي لآهك آه، شكواي يا ربي علي هجرني وتاه، علي هجرني وتاه.
حلوا عسى يلفون ويفرحوا المحزون، حلوا عسى يلفون ويفرحوا المحزون، هل الدمع يعيون ويجوه بينا الجاه، علوا عسى يلفون ويفرحوا المحزون، هل الدمع يعيون ويجوه بينا الجاه، بلكي تحن قلوب ويتخلص المصلوب، بلكي تحن قلوب ويتخلص المصلوب، يتخلص المصلوب من حرقته بلواه، ويتخلص المصلوب من حرقته بلواه. يعطيكم ألف عافية. سلم هالصوت جمال، هي دمعية السيلة وأيضا مكسور الخواطر، هي أغاني خاصة بحضرتك، بس شو قصتك مع كسر الخاطر والدموع ودمعتي؟ يعني اتجهت للون هيك خلينا نقول اللون اللي انا بحبه كثير، يعني الرايق الهادي يعني الحزين. اي في قصه معناتها، في حزن، في ما في حدا ما عنده حزن، بس برتاح في هذا اللون كثير يعني. عم تختار انت دائما هذا النوع من الاغاني وتحديدا هاي الكلمات. انت استاذ باسل، يعني حضرتك كمدير اعمال فنيه، يعني بنحكي انت عن تجربتك طبعا بهي الاعمال الفنيه اللي انت عم تشتغلها حضرتك، وايضا تجربتك الخاصه مع الاستاذ جمال. انا اتجاهي باتجاه موضوع الفن بلش، ما في، نحن شعب سوري بالاساس داخل كل انسان فنان، بس سبحان الله الله بيعطي مواهب للفنان بصوته، بيعبر عن جواته بالكلمة وبالصوت الحلو. صحيح. الممثل بالتمثيل، الرسام بالرسم، في بقية الشعب السوري بيكونوا عبارة عن بيئة حاضنة لهذا الشيء الحلو. فأنا بحب كون، والله سبحان الله، يعني بحب كون إلي بصمة، لو انه مع الله ما وهبني الصوت الحلو لاعطي هالغنيه الحلوه، لو وهبني العزف لاعطي اللحن الحلو، بس بحب انه يكون بصمه مؤازر لهذا الفنان، وخصوصا اذا كان عندك مثل الاستاذ جمال، يعني صوت حلو، خامه حلوه، لكنه بتمثل الشعب، لكنه شعبيه حلوه قريبه على القلب، فانك تعطيه هيك دفع، شو ما كان هذا الدفع الا ما يوصل لشيء حلو. صحيح. بجوز انا ما تابع بالموضوع غيري يشوف هالانسان ويعطيه هاللمسه اللي تخليه يصير نجم. هو بالاساس نجم، بس مثل عندك مثلا لما مثل عم نحكي، يعني هي الموهبه موجوده مثلا، تجيب هالفرشاي وتشيل نكشه الغبار هيك بتطلع عندك تحفه فنيه من الاف السنين، والفنان نفس الشيء. نعم. هلا ممكن نحن نقول جمال يعني حظي بحظ جميل بانه مثلا لقى شخص انه يشجعه، شخص يدعمه، شخص ينمي له موهبته اكثر، يكون مؤازر مثل ما انت ذكرت جمهوره ايضا. لكن كثر من الفنانين هم مغمورين، يعني ما في مين عم نقول بندلهم يد المساعده، يعني هن عم بيكونوا لحالهم، عم بيعملوا طبعا لحالهم هذا الجو الفني او هي الاسم الفني لنفسهم. يعني لذلك كثير منشوف حدا بينظر النظر اللي انت عم تنظرها يعني استاذ باسل للفنانين، خلينا نقول ممكن الشباب يعني الصاعدين اللي هلا هن فعلا بيمتلكوا هاي الموهبه، ونحن عم نشوفهم كثار الحمد لله ببلدنا، يعني بلدنا غني بالمواهب الشابه على كل الاصعده، ليس فقط الغناء، ايضا العزف، عم نشوف اطفال بعمر صغير بيعزفوا باحترافيه، يعني هدول الناس يعني فعلا هن بحاجه لمين يساعدهم، يظهرهم، ينمي لهم موهبتهم أكثر، يوصلوا. يعني نحن عم نشوف أغلبهم هن عم بيكونوا تجاريين، يعني نحن شفنا عم نشوف الفن التجاري مع الأسف. هو هذا اللي عم نعاني منه، الفن التجاري. هلا هي الغزارة اللي نحن عم نحكي عنها يعني لكثرتهم ولا شو؟ الفن التجاري هو اللي عم بيكون معوق أمام مثلا الموهبة. يعني أحيانا بتشوفي فنان عذرا يعني وطلع بطريقه تجاريه ونجم. وبتلاقي بالفنانين الصاعدين عندهم موهبه وخامه وصوت حلو بيضاهيهم وحبه. يعني بيضاهيهم شوي بس بسبب
مقومة العمل التجاري اللي راحوا ضحية. فنحن لا عم نحاول يعني، ما بس انا عم أها كذا شاب، انه اي موهبة هيك أها تكون حلوة انه ينلمع أها بكل ما اوتينا يعني من من خلال أنت ممكن تنظم لهم برامجهم الفنية، تماما. بتنظم لهم يعني هذا اللي عم نشتغل هلا مثلا على نعم صعيد نحن كمحافظة، يعني هذا اللي عم نشتغل عليه، انه نحيي الحفلات، نحيي ممكن أيضا تعطيهم رأيك ب طبعا. مثلا الأغاني اللي بيختاروها، وبكون الأغاني اللي انتقادي، انا بيأدوها، على فكره لو زعلوا بكون انتقادي لازم، تعطيهم رأيك ولا الغلط الحقيقي. هون، هاي الغنيه ما هيك، هاي الغنيه هيك، لو قاعد كان مشان معك صح هون بهالنقطه هاي هون. دائما كل حفله وكل يعني في سلبيات بنحكي فيها دائما بعد الحفله، بالحفله الثانيه تجاوزناها، تجاوزناها وشوي شوي وبتمشوا تدريجيا يعني شوي شوي ان شاء الله لتوصلوا. يعني بنقدم شيء حلو بليق فينا، بليق بالشعب السوري، بليق ببلدنا، بليق قد انت بتساعد استاذ باسل على نشر هي الثقافه اللي انت عم تحكي فيها، يعني هذا الشيء من خلال تجربتك بانه اي حدا ممكن خلينا نقول يتبنى فنان او يتبنى شاب مبتدئ طبعا بمشواره الفني، بانه هن فعلا بخبرتهم يساعدوا لهذا الشاب، يعني مثل ما انت حضرتك كيف انت بتحاول انك توسع هي الثقافه بكثير من امثالك مثلا، انه انتم تبنوا هذا الشاب يعني يساعدوه لحتى انه يوصل تدريجيا، ولا لا ما بتلاقي كثير في والله تشجيع لقيت. بهذا الموضوع لا هلا احيانا كأنه لا احيانا العالم بتشوف انه هي بيكون عندها قدره او عندها اذن موسيقيه وعندها دافع، بس احيانا التردد بيخافوا يعني وعدم مثلا الجرأه، في التردد خوف، وعدم في الجرأه خوف انه مثلا انا اقتحم هذا المجال، مين ايه انا لا اقتحم هذا المجال مثلا؟ يعني في خوف من هذا ايه الشيء حتى انه الانسان العادي يعني على مستوى لو كان عنده قدره مثلا، عنده مثلا شعبيه مثلا يوصل هذا الفنان لهذا الشعب، التردد انه مثلا عدم ثقه بالنفس، انه مثلا انا يمكن اعطي اخي انا بعمل اللي علي، صحيح. انا بشتغل حتى ما بس يعني الفنانين، حتى الرياضيين نحن عم نشتغل معهم بهالموضوع، حلو. حتى مجال الرياضه لو يعني كان لسه فقط رياضات مجال شعبيه، الفني والرياضي ايضا، رياضات يعني على مستوى رياضه الاحياء الشعبيه عم ندعمها حلو. وعم نحاول نوصل يا اخي كثير كثير كثير، انه نوصل لمرحله يا اخي يكون عندها رساله وتكبر، صحيح. تكبر جمال سواء قديه على مجال ساعدك الفن. فعلا الاستاذ باسل مثل ما عم بيحكي، قديه ساعدك والله كتير كتير، ما شوي. يعني انت لو تخيلت انك لوحدك يعني بدون ما يكون حدا عم بيآزرك عم بيدعمك، هلا قبل انه شغل وما شغل وهيك شغلات، وصديق عزيز واخ كتير يعني من زمان، ما من هلا. وبحب فيه شغلة، بحب شغله، واضح بحب من شغله. حديثه لهيك يعني انا كثير دخلت بتفاصيل عمله. كثير مهم اكيد اي شخص انه يحب عمله لحتى هو ينجح بعمله ويتقنه صح ليوصل صح. شيء اكيد مزبوط. هلا شو على ذوقك استاذ باسل، شو بتنصحه لجمال هلا يغني؟ في على طول صحيح مو له، بس تطلع بصوته اكيد هلا في كثير اغاني ما بتكون للشخص لكن صح، بيأديها بطريقة تطلع جميلة بصوته بتوصل صح. اغنية مرعبة جدا. تفضلوا. بحبك يا ولفي عسل. بحبك يا ولفي بحبك والحب جنان والله جنان، يا ويلي مقسى قلبك حجر صوان حجر صوان. بحبك يا ولفي بحبك والحب جنان والله جنان، يا ويلي مقسى قلبك حجر صوان حجر صوان.
لك عم غني يا مجنني يا مجنني، واللي بيحكي لك عني ريتو ما كان ريتو ما كان. ليش بعيونك عم غني يا مجنني يا مجنني، واللي بيحكي لك عني ريتو ما كان ريتو ما كان. بحبك يا ولفي بحبك والحب جنان والله جنان، يا ويلي مقسى قلبك حجر صوان حجر صوان. بحبك والحب جنان والله جنان، يا ويلي مقسى قلبك حجر صوان حجر صوان. بحبك يا ولفي بحبك والحب جنان والله جنان، يا ويلي مقسى قلبك حجر صوان حجر صوان. مع الصوت يعطيكم ألف عافية. شكرا للذوق الجميل، يعني فعلا هي أغنية حلوة وعم نسمعها كتير. شو القصة دائما بيطلبها الأستاذ باسل دائما وبيطلبوها الجميع، يعني شو القصة لما أغنية أستاذ باسل هيك بتنعرف، يعني خلينا نقول بيصير فيها هيدي السرعة بالأغنية؟ أولا كلماتها بتكون قريبة على القلب وبسيطة وبتحاكي للمجمل، بتحكي قصة عايشة الإنسان سواء بالماضي ولا هلأ، ولا يعني عاشها ومضي عليها الزمن وبتذكره بأيام حلوة. فبتلاقي وخصوصا يعني أغلب أغانينا الشعبية لحنها فلكلوري، يعني دائما تلاقي الإنسان سبحان الله لو كان طفل عمره 4 سنين متأثر فيه، وكأنه عم يحكي كأنه مورثاته أو الجينات تبعه واخذتها من والده ومن والده، وعم تلاقي الطفل عم يحكيها وعم يتفاعل معها. صحيح. نحن هيدي الاغنيه بتضرب، خصوصا اذا كان عم يقول لك لحنا يعني في الكوري كلمتها سهله وبسيطه وعم تحاكي مثلا شيء صاير معنا من قبل. نحن هذا الشيء اللي دائما نحن بنحكي عنه بننوه عنه، هو تراثنا، تراثنا الشعبي اللي كانوا مثل ما ذكرت من اجداد اجدادنا، يعني من ايام الدلعونه والميجنه والعتابه اللي كانوا هن اسياده، يعني ما زالت لحتى الان، يعني في كثير جيل عن جيل نحن عم نسمع الاغنيه وكانه عم نسمعها هلا. صحيح ممكن عم تكون اضافات جديده، ممكن حذف، ممكن جديد. تعديل توزيع جديد، لكن تبقى الكلمه كلمه واللحن لحن، هذا الأصالة اللي نحن دائما بنبحث عنه. مثل أغنية الأستاذ الراحل فهد بلال سفرهم طال، يعني 30-40 سنة من هلا لما توزعت وتغنت تلاقي ضربت فورا. أكيد، يعني دائما مثل ما ذكرت بنبحث نحن عن الكلمة البسيطة السهلة واللحن الجميل بيوصل هيك للقلب، والكلمة اللي بتنسمع هيك كمان بتكون خفيفة على الأذن، غير يعني هلا بنشوف الأغنية السريعة اللي بتجي بسرعة وبتروح بسرعة. تماما، يعني ما بتموت هاي الأغنية، ما بتحط نهائية. بصمة، لأنه ما يعني هي أكيد بتفقد لهي العناصر اللي نحن عم نحكي عنها من اللحن من الكلمة حتى من الصوت. قد ايه كثير مهم، هل بتحس انه الصوت يعني لحاله هيك بكفي جمال، ولا انت بحاجه لا شيء اكيد غير الصوت؟ غير الصوت اهم، اللحن، لحن والكلمه، اللحن والكلمه. يعني اللحن لازم يكون مناسب، لازم يكون. كيف تتعامل انت مع الملحنين، مع الكتاب، مع الشعراء؟ انا اخي ايضا، اخي هو بيلحن الاغاني وكلماته، يعني بيعرف هو اذا كتب شيء انه هي لجمال، يعني جمال هي مودو هيك بغني. ايه. اخترت شيء بتغني شيء غير الشعبي، ولا فقط اخترت لون الشعبي؟ بتلاقي حالك بالطربي؟
لا اللون الطربي يعني أول شيء هو صعب كتير كتير يعني، بس اللون الشعبي بحبه. على شو بيحتاج اللون الطربي؟ شو بيحتاج لحتى إنه هو صعب غير الصوت الجميل؟ صعب كمقامات. كمقامات. وإذا كان الواحد عنده هاي الخلفية الموسيقية والثقافة الموسيقية. الموضوع ثقافي. هلا أحيانا طبقة الصوت دائما اللون الطربي فيه علامات موسيقية عالية ما بتجيبها مثلا طبقة الصوت لمطرب معين، فبيتحاشاها عشان ما يوقع. بس في كثير فنانين بيوقعوا بهي المطبات وبيوقعوا بهي الأخطاء، إنه أنا بحفلة بأي مناسبة بدي غني كل الألوان اللي بتطلب مني، فبيوقع بهذا المطب. فقد كثير مهم إنه الفنان يحدد هويته، يعني يعرف هو صوته وين. سألتي عن اللون الطربي، قال لك لا بيعرف انه مثلا بيعرف هوية صوته لوين متجهة والمقام والطبقة اللي بيوصل لها لوين، فبضل بغيح صوته بيعطي ضمن مجال هالطبقة هذا بيعطي اداء احلى من ما يعطي مثلا اداء ضعيف ضمن طبقة ما لها طبقته، فبضل هو متميز هيك. فضروري الفنان يعني يعرف مثلا لوين حدوده. بالعكس الواحد اذا عنده مجال يعطي طبقه عاليه وطبقات مثل طبقات الفنانين مثل الاستاذ صباح فخري. يا ريت لو الكل عنده اكيد هو مدرسه الاستاذ صباح، وايضا وديع الصافي اللي هو غنى هذا الشعبي الراقي الطربي. يعني خلينا نقول يعني كانت هي فعلا هي الاغنيه التراثيه اللي تعلموا منها الكثير. بس بنرجع نحكي يعني هي الفكره اللي احنا عم نحكي فيها عن الفنانين التجاريين اللي هن بس بدهم يأدوا بدهم يغنوا بدهم يلبوا فقط متطلبات الحفله وليس اذواق الناس. يعني هن ما عم بيغنوا بالاخير صح. للناس ما عم يوصلوا رساله، انا بدي كفلي برنامجي حفلتي وقتي واخذ يعني مستحقي وخلص. هذا السبب تلاقي انه في انسان نجم وانسان بقي مشيان على وضعه، يعني فنان نجم وفنان مش واحد لازم يعرف شو مقوماته، شو هي الكلمه بتناسب صوته، شو اللحن اللي بيناسبه، الجمهور وين بيحبه، وين بيحب يلاقيه يشتغل على هذا الاساس اكيد بده ينجح. بتلاقي حالك وصلت جمال ولا لسه بحاجه؟ لا لشو؟ اكيد لسه بحاجه. لشو بحاجه بالضبط؟ اكيد بحاجه الساعة طبعا. هذا يعني قد ما صرت بحاجه هسه لخبره لعارف كيف اراء الناس. يعني هل بتحس انك انت لما بتغني عم ترضي جمهورك عم ترضي ناسك، الناس مبسوطه لما هي عم تسمعك؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الشيء كمان بنساله عن باسل، بيكون هو اكيد بياخذ الراي العام. انا باخذ الراي العام بيكون ما له موجود، فدائما يعني جمهوره بيطالب فيه، وخصوصا اللون اللي بيغنيه هو يعني بيطالبوا فيه يعني بدنا الاستاذ جمال تحديدا يعني. فالحمد لله رب العالمين، بدنا نحكي قدامه بوشه عشان بس لمرحله الغروب. لا ما شكله رح يوصل. انه يعني تارك اثر، تارك بصمه بين الناس اللي بتحب اللون اللي بيغني الاستاذ جمال. شو ايضا حابب تسمعنا جمال اليوم؟ بدنا نسمع شو حابين تسمعوا؟ على ذوقك هالمره. يلا اعطينا صوت. تعال يا ويلي يا 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 ويلي والله يا بي يا بي واغمر التابوت فوتو والله يا بي يا بي واغمر التابوت يا والبوط بدمعات السك على الأرض بوط ولو كل جندي شهيد الوطن يا ولك الجندي شهيد الوطن يا والبوط بشرف روس حكام العراق
شافوني من يعينوك بدهم يتعلالوا للسما وصالوا شافوا عقلي وشافوا شافوني من يعينوك بدهم يتعلالوا للسما وصالوا شافوا عقلي وشافوا بعيون السواهي جابوني الدواهي ومضعت تلاقوني بعيون السواهي 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 شافوني ميايلو بدهم يتعلالو للسما وصالو شافوا عقلي وشافوا شافوني ميالو بدهم يتعلالو للسما وصالو شافوا عقلي وشافوا بين الورادي حلوي حلو زيادي داد عيوني دادي سب الله وما شاء الله من بين الورادي داد عيوني دادي سب الله والله زيادي شافوا عقلي وشاف كتب عيون السواهي جابوا لي الدواهي ومضعت تلاقوني بعيون السواهي بعيون السواهي جابوني الدواهي وانضعت تلاقوني بعيون السواهي يعطيكم ألف عافية كتير حلو على الموال وعلى الأغنية قدي ما هم الموال للفنان قدي ما هو اختبار للصوت كتير يعني مثل ما منسميه نحن أستاذ باسل المسن شو رأيك؟ قديما مو نحن قديما كان يعني اي فنان كان لما بده يبدا باغنيه بيبدا بالموال ليش الموال يعني تحديدا الموال انت عم تحضر المستمع اللي عم تسمع الاغنيه عم تحضري ليسمع عم تهيئي مثل عم تعطيه انه لازم او المفتاح وخصوصا كان ايام زمان دائما الموال مرتبط بالغنيه يعني يعني الموال بيحكي نفس قصة الغنية اللي بتطلع يعني بدي أديها كانت كل المواويل العتابة والميجنة والدلعونة يعني ثقافة العتابة والميجنة وصارت اللون بحد ذاتها العتابة والميجنة بس بالأساس كان الموال قبل الغنية كانت من قصة الغنية يعني حتى الأغاني أيام زمان كان كل غنية إلى رواية حقيقية وصايرة يعني كانت هي القصة يعني قصة هلا صحيح إنه مثلا الكاتب الأغنية عم يكتب وجع أو عم يكتب فرح أو عم يكتب شيء بمس حالته الإنسانية بس ما مثل أيام أغاني الفلكتور كانت تحكي الأغنية بتحكي قصة كاملة تستنجي منها شو صار وشو كذا وشو يعني مثل مثلا في اغاني في الكتور لانطر تحت كان خيلها مثلا ايام اغاني كانت تحكي عن السفر يعني هيك كلها مستوحات من جو البيئه الموال كان يعطي الموال يعطي بدايه
مثل عناوين تماما لنص الغنية بده يغنيها الفنان، ودرجة الألوان ألوان العتابة والميجنة والموال شيء كثير حلو، حتى تطورت وأدخل عليها المقامات الموسيقية الجديدة، يعني صرنا نسمعها بهذا الشكل. يعني مالي أستاذ موسيقي، بس من خلال يعني احتكاكنا بالشباب وبالفن، ومن باب انه نحن اكيد الواحد بيكتسب نفسنا خبرة تواقع، من مبدأ حاجتنا نفسنا تواقع للفن، تواقع الفرح، تواقع الحياة، موجودة عندنا الذائقة الموسيقية وعم نسمعها. سبع سنين اللي مرينا فيها، يعني سبع سنين صعبة كتير كتير، يعني بدنا نعيش يا أخي. وكتير ناس عبروا عن ما بداخلهم مثل أيام زمان بالحزن بالفرح، يعني كانت هي بالكلمة بالموسيقى، ومثل ما بنعرف يعني هي لغة الشعوب، يعني أنت قادر توصل عبر الموسيقى أي شعور أنت بتحس فيه، أي شعور شعب ممكن يوصل لكل العالم عبر الموسيقى وعبر الشعوب اللي حاكت الناس بالموسيقى. يعني انا بهنيكم على اسم هالقناه اوغاريت، لانه كان بدايه لكل شيء، عاصمه الفينيقيين. يعني انا بصراحه بعتز بسوريتي وفينيقيتي اكثر من اي شيء في العالم. نعم. يعني ارقى من هيك شعب، ودائما كانت البدايات من اوغاريت، ان كان بالموسيقى بالابجديه بكل شيء، بكل المجالات، سواء الموسيقى الابجديه السفن التجاره، كله طلع من عنا نحن وعلمنا العالم كله، واخر شيء جاي يمحو شعب عريق من أكيد الشعب. اكيد كان الغزو الثقافي والغزو الفني ايضا اللي، لكن مثل ما نحن بنرجع ونحكي من البدايه، عندنا طبعا هذا الايمان، عندنا هذا الصمود، عندنا يعني هذا الايمان اللي انا عم بحكي عنه هو ايماننا بشعبنا بثقافتنا بقوميتنا ايضا اللي هي اهم شيء، القوميه علي. الوطنيه وبحضارتنا وتراثنا، هذا الشيء اللي خلانا بهذا الثبات. يعني صدقا لما انا بسمع عم يحكوا عن اي شعب انه ام الدنيا، انا ما بحسه ام الدنيا، نحن السوريين آباء أو أمهات الدنيا. يعني ولما نحن عم ندعم أي فنان وعم ندعم أي شيء كان فيه رقي، أي شيء فيه حضارة، من مبدأ غيرتنا. صحيح. يعني ما بدنا حدا يكون أحسن مننا بالعالم. كبار الفنانين عنا وكانوا من جبالنا ومن ساحلنا، ووصل صوتهم ووصل اسمهم لكل البلدان. يعني نحن بنذكر أكيد فؤاد غازي الراحل، رحمة لروحه، اللي هو فعلا كان له هيدي البصمة. كبار الفنانين، نحن عم نحكي على مستوى الساحل، اللي فعلا عطوا هيدي الهوية والبصمة الخاصة الساحلية بصوتهم بهي الأغنية الشعبية اللي ما زالت إلى الآن بيناتنا، ونحن عم نغنيها مثل ما عم نحكي كل حدا بروح جديدة بتوزيع جديد، لكن الأصالة ما زالت هي وتراثنا ما زال هو، والأغنية المحببة اللي نحن لحد هلا حابين نسمعها الحمد لله موجودة من خلال هي الثقافة اللي نحن بنحبها، انه نحافظ على تراثنا ونحيي تراثنا من اول وجديد بوعي شبابنا. يعني فعلا انا عم شوف هذا الوعي عند كثير من الشباب ونحن عم نلمسه بكل المجالات. الحمد لله رب العالمين. ودائما ليك بسأل استاذ جمال، بطلب انه غني للراحل الله يرحمه فؤاد غازي، استاذ فؤاد غازي، شوفي له التعبير الكبير بالحب جراري بليالي. نسمع، شوفي له التعبير لهالكلمتين الحلوين، بالحب اجراري من، يعني قديش مواصل الحب واللي هو اسمى شيء عندنا بالدنيا. طبعا الحب سواء كان حب على الغزل ولا حب صحيح. الام ولا حب البلد ولا حب الطفل أكيد. ولا حب الحياه ولا حب الجبل ولا حب الحب موجود، يعني صح. يعني هالكلمه هاي، هالتعبير الكبير بالحب اجراري من، يعني نحن بالاخير الشعب بحب الحب، واكيد نحن بايماننا بحبنا مثل ما انت عم تذكر للشعب للوطن للقائد للجيش، نحن الحمد لله هذا الثبات وهذا الوجود. اذا في انا وقت بتمنى يسمعنا الاستاذ جمال يعني شي مقطع من هالغنية للراحل الاستاذ فؤاد غازي، عم قله لانه استاذ كبير هلو. تفضل. بالحب جراري مليان مليان مليان، صبي وشرابي حرام تضلي عطشاني 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 وحياة النابي. بالحب جراري مليان مليان مليان، صبي وشرابي حرام تضلي عطشاني 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 وحياة النابي.
روحي عن بالي قلبي تولع فيكي دوبني سهر الليالي تحت راضيكي لا تروحي عن بالي قلبي تولع فيكي دوبني سهر الليالي تحت راضيكي وانتي على قلبي غالي والله وتحزاني حرام تضلي عطشاني وحياة النبي بالحب جراري ملياني 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 صبي وشرابي حرام تضلي عطشاني عطشاني وحياة النبي بالحب جراري ملياني 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 صبي وشرابي حرام تضلي عطشاني وحياة النبي. شكرا. تسلم الصوت جمال يعطيك العافية نوار. أيضا ما شاء الله كمان عازف جميل ورائع. قد كتير مهم فعلا هذا التناغم بيناتكم جمال ونوار، يعني هيك تفهموا على بعض. ايه مثل ما بيقولوا القلوب عند بعضها. حلو كتير. مين بتقتدي من الفنانين انت جمال؟ كيف يعني؟ يعني مين انت مثل مين بتحب تكون من الفنانين؟ يعني طموحك اي فنان؟ هلا سؤال صعب. سؤال صعب لانه ما شاء الله عندنا فنانين كبار. بحب يكون جمال. جمال. بتحسه قريب من حدا من تيب حدا من الفنانين؟ هلا بالنهايه الحمد لله رب العالمين، يعني كل واحد له نصيب بده ياخذه. صحيح. هلا كونه اللكنة الحمصية انا بشبهه دائما بالاستاذ اسماء اليوسف. من حمص. من حمص. حمص العادية. أكيد تحية لحمص وأهلها. ومعروف نحن عم نحكي بالساحل وبالداخل، هاي الأغنية الشعبية، هاي الأغنية اللي كانت حاضرة دائما معنا وبأي طبعا وجهة من وجهات بلدنا كانت موجودة. كل محافظة كل مدينة عبرت طبعا عن فلكلورا وعن حضارة هاي المدينة من خلال الأغنية، وكانت فعلا توصل. يعني نحن نعرف أنه هاي الأغنية يعني أو هذا الشخص أو عم بيغني هيك من هاي المحافظة، يعني قدم الأغنية فعلا كانت هي هوية. هوية وعنوان. هوية وعنوان. شو بيختلف التراث الساحلي عن الداخل؟ مثلا نقول بالدلعونة بالميجنة باللكنة. باللكنة الحمصية مبينة. الميجنة العتابة موجودة بكل مدينة من مدن سوريا، يعني موجودة، يعني العتابة والميجنة والأغنية الشعبية والأغنية الطربية موجودة وين بأي مدينة كانت، بس اللي بيميزها اللكنة ما أكثر. واللكنة الحمد لله ما فيها الاختلاف الكبير. لا أكيد، يعني هي دائما اللهجة السورية هي أوضح اللهجات وكان بأي محافظة كنا. دلعونا شو هيك؟ حابين نحن حكينا كثير عن دلعونا، حابين نسمع شيء. يلا تكرم معي. طير غروبي مثلا. يلا يلا. يا طير غروبي ويا طير غروبي سلم عالضيعن فيها محبوبي لك يا طير غروبي يا طير غروبي سلم عالضيعن فيها محبوبي وسألك عني كل مخطوبة وسألك عني كل مخطوبة بلكي أحباب القالب سمعونا إذا في دلعن يا حبيب دلعن دلعونا أودي بي جراح وهودي داونا يا يرق من جنبي طرطق مسبيحته سب اللي بي وليش ما صباحته والظهر ما بيعرف وين مصليحته
بسم يا غالي على دلعونا دلعا يا حبيب دلعا دلعونا خذ البن حبن والبن حبونا دف انتم للجرد ونحن من الساحل يلي زمنارك عالخسر زاحل دك ما عطيتك قلبي قلبي بتستاهل وانت حياتي يا نور عيونا دلعنا يا حبيب دلعن دلعونا الله يعذبهم شو عذبهم يعطيكم ألف عافية شباب سلم هالصوت جمال أكيد هاي الأغنية نهديها لكل حدا غايب إن شاء الله يا رب بيرجع ولكل الحب أكيد. لمحبوبه أيضا نهديها أكيد لكم لكل مشاهدينا كنا سعيدين معكم اليوم بهذا الصوت الجميل جمال تحية لإلك ولأهلك بحمص وأهلا وسهلا فيك ضيف عزيز حلقتنا شكرا لك شكرا لليوم شكرا للمشاهدين وشكرا للاستضافة الحلوة أهلا وسهلا فيك جمال الصالح كنت معنا اليوم أيضا بتشكرك باسل عيسى حضرتك أيضا من المتميزين واللي عندهم الحمد لله قلبه على شعبه خلينا نقول وقلبه على الشباب يعني الموجودين اللي هني فعلا بحاجة لأنه نحن دائما نكون واقفين جنبهم ونساندهم أكيد بنتشكرك ونتشكر حضورك معنا شكرا لكم شكرا لقناة أغريت على الاستضافات الحلوة اللي عم تعملها وعلى تسليط الضوء عم يكون على نجومنا الكبار ولا نجومنا الصغار وان شاء الله يا رب تكون رائدة في مجال الاعلام الفضائي عن قريب يا رب ان شاء الله اهلا وسهلا فيك ايضا بشكرك نوار يعطيك الف عافية واكيد بالشكر الاكبر لكم مشاهدينا المتابعة نلقاكم الاسبوع المقبل بحلقة جديدة من حلقات غزل الهواء الى اللقاء